له دعوة الحق. هل الثقافة والاطلاع باب لاكتشاف عظمة القرآن؟ بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة Jag heter Daniel och jag är rektor för två gymnasieskolor, en i Stockholm och en i Göteborg. Jag har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och bredvid dessa ekonomistudier har jag också läst religionshistoria, idéhistoria, filosofi och 8 språk på universitetet. Jag blev muslim för 15 år sedan och för närvarande bor jag i en förort i Stockholm. Jag har alltid älskat läsning, jag älskar gamla böcker särskilt. Och jag har läst mycket i mina dagar, har jättemånga böcker. Och det här kommer egentligen, intresset tror jag kommer från min mamma som var bibliotekarie och alltid tog hem mycket böcker till oss barn. Förutom Koranen då och religiösa böcker som jag läser mycket så gillar jag poesi, dramer, historiska böcker väldigt mycket. Och klassiker i allmänhet. أحب القراءة والاطلاع والثقافة وكان لأمه الدور البارز في ذلك سمع في صغره أن الإسلام دين الفقراء فقرر أن يتأكد بنفسه دانيال تأثر بالجمال فوجده في الإسلام حتى أعلن إسلامه شيخ دانيال كيف كانت حياتك قبل الإسلام وماذا كنت تعتقد من الديانات أولا أنا جئت من الريف قبل الإسلام كنت تسكن في الريف؟ نعم سكنت في شمال السويد وفي الريف عند أبي مصرع أنا قبل الإسلام ما شربت الخمر وما أكلت الخنزير قط في حياتي أيضا لماذا؟ هذا ليس بسبب الدين وما كنت مسلما ولكن هذا بسبب ال 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 العيشة الريفية ودائما قال أبي لي لا تشرب الخمر وذلك ليس جيد لعقلك ولا لا تأكل الخنزير ذلك ليس جيد لقلبك ولجسدك ولصحتك عيشة الفطرة نعم نعم وذلك من نعمة الله علي من نعم. قبل الإسلام نعم. سبحان الله ولدت في عائلة ثقافية وأحببت الفنون الجميلة ودائما في القرون الماضية الفنون كانت جميلة جدا من مطالعته للكتب وحبه للفنون لاحظ دانيال أن الفن بدأ ينحدر مستواه من الجميل إلى القبيح وجدت الجمال في الطبيعة مثلا وفي كل شيء في كل الخلق في الأساس في أجسامنا في وجوهنا جمال هذا البحث كيف أقنعك بالإسلام وكيف أوصلك إلى الإسلام قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال وهذا الحديث تأثر علي كثيرا لأني فهمت أن الجمال من الله عندما ترك الإنسان الخالق
لا يبقى من الجمال شيئا. في عصرنا الحديث انتهى الجمال. كيف أوصلك إلى الإسلام؟ في اللحظة ذي الحاسمة أنا فهمت عندما موجود خلق من الضروري أنا هناك أيضا خالق. دانيال مثال رائع للشاب المسلم الذكي المجتهد، أتمنى أن يكون فعلا قدوة للشباب المسلم اليوم. رجل متقن، ومن هنا ترى أنه متمكن في اللغات، رجل لغات يتكلم حوالي 9 لغات من ضمنها اللغة العربية، وتقريبا 7 من هذه اللغات أخذها من جامعة ستوكهولم، كلها شهادات جامعية من جامعة ستوكهولم مثل الفرنسية والألمانية والروسية والعربية والإنجليزية، لغات هكذا يعني مهمة جدا. ومتواضع جدا، متواضع جدا ولطيف، وأيضا حبوب، إنسان يعني يحب الناس ويحبوه. دخلت المكتبة واشتريت قرآنا مترجما هناك، وهذا كان أول القرآن الذي قرأته. أول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر وعطر وقد ضم الحياة بدفتيه. أحيانا يسقط الناس من قوة القرآن ومن عدم آياته، وقال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، التأثير على كل حال قوي. كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ذكرت في البخاري، كانت هذه القصة الجميلة التي تؤيد كلامك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الناس ويقرأ أواخر سورة النجم، وكان المشركين يسمعون هذه الآيات من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول في آيات الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون، ومن عظمة هذه الآيات سجد المشركون ومن بينهم أبو جهل. ويقول ابن عباس في البخاري: وسجد الإنس والجن من عظمة هذه الآيات. كان عيبا كبيرا للمشركين عندما سجدوا ويشهدون بأجسامهم، ولكن كفروا بألسنتهم. الله أكبر. واقترب من الإسلام واتخذ قرار نطق الشهادة بعد مدة طويلة في البحث والمطالعة. كل من قابلت من المهتدين الجدد يقول: هي أهم لحظة لي في حياتي، أن قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فبدل الله سبحانه وتعالى حالي من حال إلى حال. كيف كانت هذه اللحظة وكيف كان شعورها على أخونا دانيال؟ طبعا كنت سعيدا في تلك اللحظة، ولكن ما كانت لحظة الحاسمة في حياتي. أنا كنت أبحث عن الحق في مدة طويلة فعلا، وكانت الشهادة بداية جديدة وأيضا نهاية. بداية ونهاية. نعم، نهاية بحثي. نعم. بحثي عن الحق وعن الإسلام. نعم. وأنا دائما ظننت أن واجب علي أني أقرأ كل القرآن قبل أن أسلم. الله أكبر، أنت اعتقدت هذا الشيء أنه يجب عليك. نعم. أن تقرأ كل القرآن، وذلك ليس أغرب من قابل، ليس من علم ومن جهلي قبل الإسلام. بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي يخضر إحساسي وفعلا قرأ القرآن كله قبل إسلامه، ثم توجه إلى مسجد ستوكهولم الكبير الذي يسمى بمسجد الشيخ زايد ليعلن الشهادة هناك. كيف قلت الشهادة؟ أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله. حتى كساه الندى والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى يا رب حين اهتدى. كيف قلت الشهادة؟ أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليك بالإسلام والنعمة العظيمة نعمة الهداية شيخ دانيال، ذهبت لتخبر والديك عن إسلامك، حدثني كيف كانت ردة فعلهم؟ صعبا جدا لي أن أخبرهم، لأن هذا مثل في القرآن قصة موسى عندما رجع إلى فرعون، ألم نربك فينا ولبثت فينا وليدا ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فرعون أكفر الكافر لنبي الله عليه الصلاة والسلام، قال له أنت من الكافرين. هذا عجيب فعلا قوله، قول الفرعون. الربط عجيب جدا بين قصة أخونا وحبيبنا دانيال وهذه الآية في سورة الشعراء عندما يقول قال ألم نربك فينا وليدا كما قالوا لك والديك، ألم نربك عندنا في بيت، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أسأل الله سبحانه وتعالى لك الثبات، وأنا أعتقد أنه سيكون لك بإذن الله شأن كبير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا أخونا دانيال ما شاء الله تبارك الرحمن بعد إسلامه أصبح معلما في مدارس إسلامية وحرص على هذا الشيء، ثم أصبح نائبا للمدير، ثم مديرا تعليميا، والآن هو مديرا لمدارس كثيرة في السويد وهي مدارس إسلامية. أنا كنت جالس معه ووعدني بأن نذهب إلى المدارس ونأخذ جولات، مع أن اليوم عطلة في السويد، ولكن وعدني أن نذهب مع بعض إلى هذه المدارس. هل هذا صحيح؟ صحيح، نذهب؟ فلنذهب. يلا تفضل. فقمنا بجولة في المدرسة لأتعرف على الدور الكبير الذي يقوم به دانيال في خدمة مجتمعه السويدي، وهذا العمل أسعدني كثيرا. وهو طلب لهذه الوظيفة وكتب عنوان طلبه آية في كتاب الله، وهي قول النبي الله يوسف اجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ عليم. وهو كتب أنه حفيظ وأنه عليم وشرح هذه فأعجبت به. أنت لك 15 عاما مسلم، وبعد إسلامك اتجهت إلى أعظم مهنة وهي مهنة التعليم والتدريس. كيف وجدت مهنة التدريس؟ قال الله في كتابه الكريم من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعندما كنت معلما هنا يرون الطلاب أنني سويدي وأنا أسلمت، وهذا الدعوة أيضا فعلا. وإن نريد أن نغير المستقبل وحالتنا الآن، حالة المسلمين، نبدأ بالأطفال، نبدأ بالتدريس وبالمدارس فعلا، هذا هو البداية عندنا. وقال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا المرفق نريد نريكم لسبب بسيط جدا، وهو هنا يعلم لطريقة الاستهلاك والطبخ. ما تعلموا يطبخونه هنا، و12 مطبخ عندنا هنا. يعلم للتغسيل، يغسل ملابس، يسخن، يكوي، والوسخة يحطها هنا. غرفة تعليم النجارة للأولاد، كل طفل عنده خزنة هناك،
وغالبا خزنته وما كل ما صنع يحط له هناك، اذا يريد ياخذه الى بيته ياخذه، واحيانا يحطه في المدرسه او يريد في امور معينه يصنعها. نعم يعني نعم، في منهج، فكل طفل يعرف كيف يصلح مثلا كرسيه في بيته اذا انكسر او خرب. نعلم الاولاد ايضا الخياطه، كيف يخيطوا ملابسهم وكيف يصلحوا. دخلنا الطبخ نعم، ودخلنا النجاره نعم، والكمبيوتر نعم، والان الخياطه. الخياطه ما شاء الله، كل هذه الاشياء منهج في منهج التعليم. ونبدا من الصف الثالث هنا في الخياطه. في الخياطه من الصف الثالث الى التاسع. في هذه المدرسه تجولنا، وفي تجولنا رايت المنهج العملي، الطلبة يتعلمون النجارة، يتعلمون الخياطة، يتعلمون الكمبيوتر، يعملون أشياء بأيديهم. ما هو أثر هذا الشيء؟ نحن نريد إنسانا متكاملا الذي يستطيع أن يعمل بعقله وبيديه أيضا، ونريد أن يكون عنده كل الإمكانيات. نعم، في كل المستقبل، في كل أمور الحياة. نعم نعم، ما شاء الله ما شاء الله. وحتى الطبخ، أنا شدني الطبخ، يعني طالب يعرف أن يطبخ، يعني يصل إلى مرحلة من العمر يستطيع الطبخ. هذا شيء مهم. نعم، ربما هو سيدرس في المستقبل في الخارج. نعم، وهو بنفسه. نعم، ليس عنده أمه. نعم، أعجبني في دانيال حرصه على المسلمين في السويد، فلم يكتفي بالتعليم فقط، بل شارك بشير في إنشاء أول بنك إسلامي في الدول الإسكندنافية. جميلة تأملات دانيال للقرآن، والأجمل أنك تشعر من أخلاقه العالية أنه يطبق كل ما يقوله. اعملوا ثم توكلوا على الله، عمل مهم جدا، ودائما في البداية واجب عليك أن تعمل وتعمل وبجهود كبيرة. وقال الله في القرآن مثلا عن الكفار: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله، وعن المنافقين قال أيضا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وعن المؤمنين قال الله في القرآن: أذكروني أذكركم. الله، وقال أيضا: لئن شكرتم لأزيدنكم. وهنا عمل، ولو من المنافق ومن الكافر، هنا عمل وبعد ذلك النتيجة من الله. قرآني هو جنتي، هو آية الأكواني، قرآني هو حجتي إن جئت للرحمن، بكلام ربي يا فؤادي أشرقت روحي وتلهج للإله لساني. شكرا شيخ دانيال على هذه الاستضافة وعلى هذا الكرم وعلى هذا الوقت، وشكرا لك على هذه الأخلاق الراقية التي فعلا تمثل الإسلام وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن في نهاية هذه الحلقة، هناك مجموعة في الأردن اسمها بنات فينا خير، أحب أن يشاركون في هذا البرنامج ويهدوا هدية بسيطة لكل من هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام، فلهم منا الشكر الجزيل. تفضل شيخ. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، ونسألك الدعاء يا شيخ. الله يحفظك يا رب. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. بعيدا كنت لكن حين جيت بأول وهلة منه اهتديت، وأنت عرفته مذ كنت طفلا، لماذا قلب بعض الناس ميت، لماذا قلب بعض الناس ميت. عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب، سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ما
عتابي أمة القرآن حب بكم، فالهجر للقرآن ذنب، سيشكون الرسول غداً.